رفيقي أنسي رفيقي عدتي في يوم ضيقي نعمة الله علينا صافي نور الطريق إنه آيات ربي قدره في لب قلبي وبه تصفو حياتي وله الروح تلبي فرحتي أنسي رفيقي عدتي في يوم ضيقي نعمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الأكارم في كل مكان، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم جميعا في عدد جديد من برنامج مصحفي، يتجدد اللقاء وإياكم لنتعرف مع بعض على أصحاب الإجابات الصحيحة على سؤال عدد اليوم، والذي يقول: متى أسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين؟ أتعرف إياكم على الإجابة الصحيحة. أخي الكريم، طرح عليكم سؤالنا متعلق بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، طبعا تعرفها وتعرف مؤسسها اللي هو نمامو. إيه، من هو مؤسسها؟ مؤسسة العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس. إيه، عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه. وفي أي سنة تأسست الجمعية؟ الأستاذ أفريل 16 أفريل 1900. هذه 16 أفريل تاريخ وفاة العلامة. تاريخ الميلاد تاعو يقولوا. صح، ماشي ميلاد. وقتاش تأسست الجمعية؟ ست الله هي ولا جوا جواب ما الجواب حياتي. أنت عارفة عليكم؟ خيرة من الجلفة، من ولاية الجلفة. تدير في حياتها خيرة؟ تقرأ في الجامعة. تخصص؟ روميال عادي بيولوجي. تخصص بيولوجي، الله يبارك. وزميل أميرة من الجلفة بروميال بيولوجي. تخصص، نتمنى لكم كل توفيق إن شاء الله. شكرا، الله يسلمك. سؤالنا متعلق بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، واش تعرفوا عليها؟ علماء المسلمين جمعية كبيرة هي تخص العلم، ثقافة العلم، الإسلام، الحوايج اللي متعلقة بالعلم عامة. وقتاش تأسست؟ في أي فترة؟ فترة تأسستيها نفكر قبل عرفتي الثورة الجزائرية من قبل ابن باديس عبد الحميد بن باديس، ابان فترة الاستعمار الفرنسي، لكن قبل اندلاع الثورة التحريرية. تقدروا تحدوا لي السنة اللي تأسست فيها جمعية العلماء المسلمين الجزائري؟ 1906. ايه، 45 45 قبل قبلها بالذات. يعني استعمار، في فترة الاستعمار. قناة القرآن الكريم تطرح لكم سؤالها وإن شاء الله جاوبوا إجابة صحيحة. متعلق السؤال بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، تعرفوها؟ تعرفوا عليها جمعية العلماء؟ يعني نعرفوا باللي نقول لك أسماء تاعهم. وش تعرفي على جمعية العلماء؟ كان عبد الحميد ابن باديس الرازي. كان محمد خدور هاك. معليش، احنا سؤالنا متعلق بالسنة التي أسست فيها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، متى تأسست وش من عام؟
نسيت السنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شراكم شراهم ناس الجلفة. الله يسلمكم إن شاء الله، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم في ضيافة الجلفة. الله يسلمك، خيارنا يحفظكم إن شاء الله. آمين يا رب. آمين. سؤالنا يقول: متى تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين؟ نظن والله أعلم 1931. سنة 1931. إذن تأسست سنة 1931، إجابتك صحيحة. وتحديداً تعرف التاريخ تحديداً؟ راح علي. في الخامس من شهر ماي، 5 ماي 1931. سيدي الكريم، إجابتك صحيحة، نقول لك ألف مبروك. هذا المصحف الشريف تقدمه لك قناة القرآن الكريم من إهداء وزارة شؤون الدينية والأوقاف برواية ورش، والراية الوطنية من إهداء وزارة المجاهدين. الله يسلمك، الله يبارك فيك. بالإضافة إلى سلسلة من أمجاد الجزائر. تفضل. وهذا التلفاز من إهداء ستريم. مبروك عليك سيد. شوق أو نار قاله حنانا. معنا عائلة من الجلفة ما شاء الله تبارك الرحمن. بدأ بنا في البداية قبل ما نطرح السؤال، تعرفوا على عادات وتقاليد العائلة الجلفوية خلال الشهر الفضيل. المرأة الجزائرية نهار قصير، خاصة أنه رمضان جاي بأيام قصيرة، أيام الشتاء صافي، ما فيش اليوم، ما فيش الفاجوري مع الدراسة مع العمل اللي كانت عاملة الخارج، وترجع للبيت يعني مع الإفطار. نطرحوا عليكم السؤال، ما نطولوش عليكم كثيرا. سؤالنا متعلق بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، طبعا عرفوها جمعية العلماء. متى تأسست الجمعية؟ في أي سنة؟ جمعية العلماء، بسم الله الرحمن الرحيم، جمعية العلماء المسلمين كما نعرف أنها تأسست في يعني في الثلاثينات، في الثلاثينات، والمؤسسة عام يعني العلامة عبد الحميد بن مديس رحمه الله. الله عليه. وفي أي سنة تحديدا؟ في سنة 1931. 1931. نعم، مع العلامة والمفكر البشير الإبراهيمي رحمه الله. محمد البشير الإبراهيمي رحمة الله عليه، أكيد نعرف الدور للعبات الجمعية خلال فترة الاستعمار الفرنسي. نعم نعم، وكانت يعني هي الشعاع التي يعني بدأت واستطاعت أن تنشئ جيل يعني تصدى للاحتلال الفرنسي والمستعمر الفرنسي الذي يعني كما نعلم يعني طمس الهوية، حاول أن يطمس الهوية الجزائرية، وحاول أن يضرب الإسلام والمسلمين يعني. والحمد لله كما نعلم أن الجمعية العلماء المسلمين لعبت دور مهم في توعية الشعب الجزائري، والحمد لله نجحت الجمعية في التصدي لكل تلك المحاولات. ويعني قلت أنه أنشأت جيل تصدى للاستعمار الفرنسي، وهذا الجيل هو اللي فجر ثورة التحرير المباركة. كما نعلم أنه أزيد من 17 من مجموعة 22 اللي فجرت الثورة كانوا أو تخرجوا من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. إجابتك صحيحة سيدي الكريم، هي تأسست في الخامس من شهر ماي من سنة 1931. جمعية المسلمين، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، قدموا لك هدايا برنامج مصحفي، قلوا لكم هنيئا وألف ألف مبروك. هذا المصحف الشريف برواية ورش عن نافع، قدموا لك قناة القرآن الكريم من إهداء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وطبعا بمناسبة ذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية، وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تقدم لنا الراية الوطنية علام الجزائر، بالإضافة للأطفال حتى يتعرفوا على أبطال الجزائر، قدموا لهم هذه السلسلة من أمجاد الجزائر كذلك من إهداء وزارة المجاهدين. تفضل سيدي. وهذا التلفاز من إهداء ستريم.
الشكر الجزيل والله راضي من يعني فرصة يعني والحمد لله يعني نلتقي يعني وهذا يعني نشكر تلفزيون قناة القرآن الكريم على هذه يعني المبادرات يعني الجيدة وتشجع يعني مبادرة جيدة ولهذا الجيل القادم أننا دائما نذكره لأنه هو يعني آباؤنا وأجدادنا قدموا لنا المشعل يعني لابد أن نحافظ عليه ولابد أن نستمر دائما ونحن نقدم المشعل لأبنائنا وللأجيال القادمة إن شاء الله. تحية الجزائر والمجد والكل لشهدائنا الأبرار. تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يوم الثلاثاء 17 من ذي الحجة 1349 هجري الموافق للخامس من شهر ماي 1931 للميلاد بنادي الترقي بالجزائر العاصمة، حيث حضر اجتماعها التأسيسي أكثر من 70 عالما من مختلف ربوع الوطن. وقد عملت الجمعية منذ تأسيسها بقيادة العلامة المصلح عبد الحميد بن باديس على المحافظة على مقومات الشخصية الجزائرية خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر، وأسهمت بذلك في خلق جيل واع بشخصيته الوطنية حاملا لجذوة الجهاد ومحاربة الاستعمار الفرنسي استطاع تفجير ثورة أول نوفمبر المجيدة. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج مصحفي، يتجدد اللقاء بكم غدا بحول الله تعالى في التوقيت نفسه. تقبل الله صيامكم وقيامكم، صح فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.